برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني كابتن ايهاب المصري. هنتكلم اكيد على مباراه فيتا كلوب، بس لازم كمان نروح معانا تليفون مهم جدا من نائب رئيس نادي فيتا كلوب الكونغولي مستر باتريك بانيشاي. برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. ايوه انا اسمحي لي الاول بعد الترحيب اني اقول لكم ان انا السكرتير العام وليس نائب رئيس مجلس الاداره، واشكرك للترحيب. السكرتير العام لنادي فيتا كلوب الكونغولي طبعا منورنا. وخليني اسال حضرتك في البدايه، ازاي شايف المواجهه المرتقبه بين النادي الاهلي ونادي فيتا كلوب طبعا في افريقيا يوم السبت اللي جاي ان شاء الله؟ نعم طبعا المباراة بننتظرها، لان ان احنا نتقابل مع اكبر فريق في افريقيا هو طبعا احنا على اكاد انه ماتش سوف يكون بمثابة المنافسة على الشرف. وانا شايف ان طبعا كما حضراتكم تعرفون الداتا الستاتستكس داتا اللي عندنا على مستوى الافريقي كله، افريقيا هو على المستوى الاول على مستوى الافريقي ويليه بعد الفيتا كلوب، وبالتالي النهارده الفريقين يعتبروا متقاربين. وفي هذه الحاله الماتش ده مطلوب ان احنا نقدم ماتش كلاسيك لتاريخ الكرة طبعا، لأن القيمة اللي بتمثلها الفرقتين هتظهر إن شاء الله في هذه المباراة. طيب خليني أسأل حضرتك عن يعني أسباب حضور فريق فيتا كلوب مبكرا للقاهرة قبل مباراة يوم السبت إن شاء الله مع النادي الأهلي. جم بدري قوي، الفريق جه بدري القاهرة، عايزين نعرف طبعا الأسباب. ونورتونا طبعا. وصل الفريق للقاهرة طبعا بعض الشيء قبل الميعاد، لأن كان عندنا مباراة في السودان مقابل المريخ السوداني، وطبعا كان في كينشاسا ولعبنا الماتش اللي كسبناه بنتيجة 4-1. وبالتالي احنا كان قدامنا اختيارين، يا اما نرجع من لكينشاسا مباشرة ثم العودة للقاهرة، وبالتالي كنا هنفقد يومين تدريب طبعا، اليوم اللي كنا هنسافر فيه وبعدين هنقضي ليلة في اديس ابيبا واخيرا نقدر نوصل لكينشاسا. وبالتالي طبعا حضرتك عارفة ان ده كان هيأثر على عدد ايام الشغل او التدريب المتحرك، وبالتالي قررنا ان احنا بدل ما نقعد يومين ثلاثة في كينشاسا ونرجع نسافر مباشرة للقاهرة بعد ذلك، كان الاختيار طبعا ليس هو الافضل. وده بتكلم طبعا على مستوى ليس فقط البدني ولكن النفسي، وكذلك عدد ساعات السفر كان يعني ان احنا نبقى بنصل الساعة 1:30 فجرا قبل المباراة، كان ده طبعا شيء صعب. ولما طبعا بصينا لهذه الامور جميعا قلنا ان طبعا علشان نوفر الجهد على لاعبينا ونوفر لهم كذلك الفرصة للتأقلم، قررنا ان احنا يعني كانت الافضلية ان احنا نسافر مباشرة من الخرطوم الى القاهرة بدء عوضا عن اننا نرجع لكينشاسا طبعا علشان نتفادى خسارة 4 أيام متتالية. قد ايه فوز فريق فيتا كلوب على المريخ بنتيجة عريضة زي دي وتسجيل 4 أهداف كمان على ارضه فارق مع معنوية لعيبة الفريق، وازاي باصين هم لمباراة النادي الاهلي ان شاء الله اللي هتكون يوم السبت؟ طبعا الفيتا كلوب هو دايما عندنا الإيجابية والروح الإيجابية، احنا عمرنا ما بنتهاون بقدرات المتنافس، كل منافسينا هم منافسين كبار، واننا النهاردة نصل لهذه المستويات من التنافس معنى ان احنا بنحترم منافسينا. الاهلي طبعا لن نتهاون في من هو الاهلي، ونحن نعرف كذلك الكرة المغربية و
وبنلعب كل سنة مع فرق سواء مغربية ومصرية زي الزمالك والأهلي وفرق أفريقية أخرى. طبعا ده كذلك بغرض ان احنا نحسن من مستوانا، بنلعب مع المغرب كل سنة. احنا النهاردة بقول ان احنا على ذات الدرجة او المستوى من الروح الايجابية والرغبة في اللعب بقوة، لاننا عايزين نقدم كورة ذات هدف وذات قيمة. من وجهة نظرك ليه فريق فيتا يعني خسر في الجولة الأولى من سيمبا التنزاني على أرضه؟ من وجهة نظرك كانت إيه أسباب الخسارة للمباراة دي؟ طبعا من الواقع ان احنا خسرنا قدام سيمبا على ارضنا، وذلك بسبب بسيط جدا، هو ان كانت البدايه غير موفقه. يعني كانت بدايه المباراه ليست هي الافضل بالنسبه لهذه الدرجه من التنافس، وطبعا ترتب على ذلك ما رايتوه على المستوى الماتش ككله. الفريق كان ممكن ان هو يتصرف بطريقه مختلفه بنفس اللاعبين، ولكن كان ممكن ان هم يقدموا كرة بطريقه مختلفه، وهنشوف ان شاء الله يوم السبت كوره ترضي الكل. احنا النهارده بنلعب بكل قوتنا سواء قدام سيمبا قدام الاهلي قدام الكل، بنقدم كل اللي نقدر عليه، وهيكون نفس اللاعبين وبيلعبوا باحترام للمنافس، وان كان بالاخص الاهلي فبالتالي الاحترام كبير. الاهلي ما هوش سيمبا، واحنا هنلعب قدام الاهلي بما نعرفه عن الاهلي وعن روحه الرياضيه العليا وعن قدراته كذلك. صفوف افهم من ده ان صفوف فيتا كلوب كامله قبل مواجهه الاهلي، ما فيش اي غيابات في الفريق؟ في اللحظة الحالية الجروب اللي سافر للسودان هم 23 لاعب، هم نفس المجموعة اللي النهاردة موجودة في القاهرة. احنا بنتوقع ان بناء عن يعني التحاليل الطبية ان شاء الله المجموعة دي هتقدم لنا ماتش كويس. كل الفريق اقول لك وكل ال 23 موجودين روحهم عاليه، وان شاء الله هيتنافسوا قدام الاهلي بكامل قواهم وبكل الثقه. عايز اسال حضرتك على مباراه العوده، على الاجواء، هل هتتلعب بجمهور او بدون جمهور؟ هتكون الساعه كام بالظبط بتوقيت القاهره بشكل اوضح؟ يعني اجواء المباراه بالعوده هتكون ايه؟ نعم، ماتش العودة في كينشاسا إن شاء الله يوم 16 مارس هيكون بوجود عدد محدود من المشجعين حسب لوائح الكاف، وطبعا احنا هنصرح متوسط 3000 متفرج للاستاد يشيل أكثر من 85,000، لن يكون هناك أكثر من 3000 متفرج، وبالتالي بعتقد ان يعني العدد محدود جدا، كما اني أرى أن ما نقدرش برضو في نفس الوقت أن نمنع مشجعي الأهلي من الحضور، لأن هم الأهلي طبعا متعود على اللعب بوجود مشاهدين وكذلك فيتا كلوب. هتكون الساعة كام يا فندم المباراة؟ لماتش أكل de match de retour. Oui, monsieur. Vous avez... Il est fixé pour le 16 mars. Oui, à quelle heure? À 3 heures de... اعتقد متوقع ان الماتش يكون ان شاء الله الساعة 3 بعد الظهر بتوقيتهم المحلي. بشكرك جدا مستر باتريك بانشاي السكرتير العام لنادي فيتا كلوب الكونغولي.